موضوع بسيط جدا، محدش ياخده باي صعوبه، بالعكس موضوع لذيذ وخفيف، اسمه ال اي ان كيو. خلاص بنستخدمه جامد جدا وفي كل شغلنا على طول. ايه فكرته ببساطه؟ ال اي ان كيو اللي هي ايه بقى، يختصر لايه؟ ال لانجوج اي انتجريتد لانجوج، بس هم مختصرها ال كيو كيو لانجوج، مش فاكر انا فقدت الذاكره. يعني ال زي ما قلنا انتجريتد، واخدين منها الاي والان وكويري. خلاص يعني ليه؟ يعني مش مفيش اختصار للاي والان، يبقى لانجوج انتجريتد ايه؟ كويري. ايه فكرتها؟ كويري حاجه كده شبه الاس كيو ال، عارفين الاس كيو ال بتاعت سيلكت، هات مش عارف ايه، سيلكت كذا وكذا فروم كذا، جمله سيلكتها العاديه البسيطه بتاعت الداتابيز دي، صح؟ سيلكت العاديه دي هي حاجه شبيهه ليها، بس فيها من المميزات ما يختلف عن اس كيو ال. الاس كيو ال هي لغه، اس كيو ال ستاندرد كويري لانجوج على الداتابيس، صح كده؟ يعني لغه استعلام على الداتابيس فقط لا غير. ال اي ان كيو قال لك لا لا، احنا عاملين لغه شبيهه للاس كيو ال، نفس الفكر بتاعها، بس هنا انت مش مرتبط بالداتابيس بس. يعني تخيل ان انا عندي مثلا ده شبيه لجدول، ولا حد زعلان؟ شبيه لجدول، لو انت متخيله كده هتلاقيه جدول عباره عن تو فيلدز، النيم والايه؟ والكاتيجوري، والجدول اسمه اودز اند اندز، ولا انا غلطان؟ هل ممكن اعمل جمله سيلكت على ده؟ هل ممكن اعمل وير على ده؟ هل ممكن هو ده؟ الاي ان كيو بقى بتديك امكانيه انك تقدر تعمل كويرنج مش بس على الداتابيز، على فكره على الداتابيز برضه شغال، لكن تقدر تعمل لك كويري او استعلام على الداتابيز او على الري او على كلاس او على اي حاجه مرتبه، اي داتا مرتبه تقدر تعمل عليها ايه؟ استعلام، وبشكل احدث ومرتب، لان هي اتبنت جديده. يعني ايه اتبنت جديده؟ يعني اتبنت قريب، فلما اتبنت قريب حدثوا المشاكل اللي كانت موجوده في الاس كيو ال العاديه، حدثوا المشاكل كانت موجوده في الايه؟ في الاس كيو ال العاديه. في الاس كيو ال العاديه كنت تقول سيلكت كذا وكذا فروم كذا مثلا، يعني هيجي يقول لك في ال ان كيو هو الصح ان انا اقول لك هات كذا وكذا من الحته الفلانيه، ولا الصح ان انا اقول لك من الحته الفلانيه هات كذا وكذا؟ من الحته الفلانيه لما اجي اقول لك مثلا هات لي القلم والكراسه من المعمل 5، وانا المفروض اقول لك معمل 5، يعني اوجهك للمكان الاول مكان لك مثلا. حتى ده كان بيبقى عيب من الناس اللي تيجي تشتغل مثلا في الاس كيو ال، يجي يقول لك ايه؟ انا عايز مثلا ايه ان انا اكتب فالايديتور يساعدني الكتابه، لما اجي اكتب اسم الحاجه الايديتور يساعدني، وتيجي تكتب بعد سيلكت الايديتور ما يقدرش يساعدك، اصل سيلكت ايه منين؟ يقول لك يعني هبحث له في الداتابيس كلها يعني، فيسيبك لغايه لما ربنا يسالك تكتب فروم من الحته الفلانيه والفلانيه، وبعد كده يقدر يعرف بقى يقول لك طالما قلت من فروم امبلوي والديبارتمنت، ما هو مفيش غيرهم، الحقول بتاعت الديبارتمنت كذا والحقول بتاعت الامبلوي كذا، فاقدر اساعده. فكان في ناس تيجي تكتب معانا ايه دوكابا سيلكت ومسابقه ومعمل فروم ومحدده الجداول وترجع فوق تقدر الايه الايديتور يساعدها. فقال لك طب ليه العذاب اللخبطه دي؟ فتيجي نكتب الاول فروم، نبدا بفروم كده من الحته الفلانيه، هات لي بقى يساعدك بقى في الكتابه، هات لي كذا وكذا وكذا وكذا. فيبدا ايه؟ بدا يعملوا شويه تحديثات وترتيبات بسيطه جدا، وبتساعد مهم، بتساعد بشكل مهم جدا. يبقى اي داتا، اي سورت الداتا، اي بيانات مرتبه، مش مرتبه يعني سورتد، لا يعني منظمه، اي اورجنايز الداتا، يعني مش داتا ملخبطه، اي بيانات مترتبه، اي بيانات مرتبه، خلاص اقدر اعمل عليها كويري من خلال ال اي ان كيو. مش والاقوى من كده ان اقدر اعمل كويري مثلا على فولدرز مثلا، ما كناش نقدر نتخيل ان انا اقول له سيلكت فروم فولدرز فلانيه وير ان المساحه قد كده والبتاع، ما كناش نقدر نتخيل كده، صح؟ اكني بتعامل مع داتابيز خلاص، لكن دلوقتي تقدر تعمل دوت مع ال اي ان كيو. طبعا هي مهمه جدا ومفيده جدا. ايه؟ يعني مثلا لو انا جيت قلت هل اقدر اقول له سيلكت فولدرز فروم وادي له باص؟ منطقيا اقدر، منطقيا، لكن برمجيا
فانا لو سلكت انا عندي فولدر اسمه مثلا الفابيت ماشي جواه اي بي سي دي اي كده وكل لا فولدرز مش فايلز فولدرز خلاص وجوه الايه جوه الايه فولدر تخش تلاقي فايلز جوه البي تخش تلاقي فايلز كده خلاص. فهل انا متخيل ان انا ممكن اقول له مثلا سلكت لي مثلا الفولدرز فروم الالفابيت فولدر ايه المشكله؟ ما انت لو تخيلتها في المنطق هتلاقي ان هيجيب لي لسته من الفولدرات عادي يعني صح. كل فولدر ليه بروبرتيز اتكريت امتى جواه كم ملف حجمه قد ايه اللي احنا بنشوفها كليك يمين ثم بروبرتيز دي صح ولا لا؟ هل ممكن اجيب جدول فيه البروبرتيز كده مثلا بتاعت كل سجل يعني الاقي فولدر الايه مساحته قد كده الكاريت يوم كذا اخر قضيت عليه قد كده جواه كام ملف جواه مثلا اتخيل لو انا عملتها جدول في داتابيز هقدر لكن بالشكل العادي ده هقدر في اللينك في اللاين كيو ار دلوقتي اقدر اتعامل كده عادي لان مش شرط ان تكون البيانات مرتبه بشكل جدولي في داتابيز لاني بقدر اتعامل مع الكلاسز اقدر اتعامل مع الاريز اقدر اتعامل مع اي حاجه اكنها تيبلز جوه الداتابيز عاديه خلاص. تيجي ناخد مسابره نقعد نرجع ونتعب قلبنا صح؟ بسم الله نقول بسم الله. طيب كنا عاملين اري هنا انا بس عايز اختصرها انا ما ضيع وقتنا فيها. فاكرين الاري دي سهله ولا دي صعبه؟ برودكت سميناها برودكت اري وبعدين حطينا ايه؟ حطينا برودكت بس احنا عايزين برودكت يكون فيها داتا كتير عشان احنا من سلكتات كده وشغل ولا ايه؟ نعملها من الاول يلا حسبنا الله ونعم الوكيل يلا من الاول ايه؟ من الاول احسن ده موضوع جديد ماشي بابليك بيو ريزلت عشان اللي بيتفرج على حاجه زي كده بس يقدر يوصل للمعلومه كامله. فايند برودكت نعم اسمي ايه؟ اسمي ميثود لسه قلناش يا هادي اسمي ميثود عاديه ايه جديده خالص لانج ها نبدا نكرر كل حاجه فيها من الاول خلاص يا موسى وانت معرف برودكت والبرودكت احنا معرفينه اصلا كاز كلاس صح؟ برودكت وده اري كده خلاص عرفنا ان هو اري وسميته ايه؟ برودكتس قمت قال بيساوي قمت قال له من اول هنا للاخر كده وربنا يسهل بقى نملاه شويه شغل. قال لي ماشي. برودكت اري يعني عباره عن سلسله مترتبه كل عنصر عباره عن برودكت والبرودكت عباره عن كلاس. لو جينا بصينا كده في المودلز هنلاقي ان احنا كنا معرفينه هو برودكت صح؟ وكان كلاس عبيط جدا في البرودكت اي دي والنيم والديسكربشن والبرايس والكاتيجوري. تخيلوا ان هو جدول اسمه برودكت مكون من برودكت اي دي نيم ديسكربشن برايس كاتيجوري. حد زعلان؟ ما هو ما حد زعلان. شفتوها بقى سهله ازاي؟ سهله. طيب انا هشتغل عليها دلوقتي. فبتقول ايه؟ ادي اول واحد نيو برودكت. بروب ايه؟ بروب برودكت. خلاص نيو برودكت ادي اول واحد قلت له ماشي. قلت له يا باشا النيم ايه طلعهم لي اهو النيم والبرايس والبرايس. قال لي ايوه ما انا عارف. قلت له حلو ربنا يبارك لك. النيم كذا كوما الكاتيجوري اللي هي الفئه بتاعته ووتر سبورتس. بعدل بضيف داتا اهو خلاص بضيف داتا. البرايس السعر قد كده خلاص. ده منتج خد المنتج اكيد اكن لا حول ولا قوه الا بالله حاجه مش مظبوطه اكن ضفت سجل في جدول صح؟ حد زعلان؟ اكن ضفت سجل في جدول ولا ايه؟ عارفين يعني ايه ضفت سجل في جدول ولا في حاجه بالكيبورد معلقه ماشي يعني ايه اضيف اكني ضفت حاجه اكني جدول لو انت تخيلت كده شكل جدول مرسوم في دماغك اكني ضفت فيه ريكورد صح؟ اهو الناس سكتت يبقى قالوا صح. اللي بعده بيست
دايف سجل كمان بس اغير الداتا اللي جواه عشان اقدر اعمل عليها جمل ايه سيلكت. منيو عشان يعمل انسد لان ده كلاس صح؟ هو عمل جديد فوق عمل ايه؟ هو فتح اصلا برودكتس جديد اللي انا سميته برودكتس. ما ده برودكتس ده عباره عن ايه؟ اري اوف برودكت. وادي اول برودكت، ثاني برودكت، ثالث برودكت، رابع برودكت. غيرناش الكاتيجوري ايه؟ نعم؟ غيرناش الكاتيجوري ايه؟ ماشي 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 اغير انا ايه؟ بس انا قاصد ان يبقى في اثنين نفس النوع عشان لما اجي سيلكت معاكم تشوفوا ده. قدر الامكان بحاول التزم يعني بال الامثله اللي مدالكم بحيث ان انتوا تقدروا ايه؟ تمام. وتقدروا بعد كده تطبقوا على طول من الايه؟ من الكتب، لان انا بفضل الكتب عن الفيديوهات بكتير. رغم ان هي اللي ماشيه يعني. بس ماشي. بس انا اثبت لكم ان ده مش صح، وان الطريقه الثانيه اسرع، انك تتعلم من الكتب ومن القراءه اسرع بكتير جدا من الفيديوز، والمعلومه بتقدر تجعلها اسرع بكتير جدا من الفيديوز. ما علينا. هنشوف الكلام ده بعدين. نعم؟ عامل لكم ايه؟ ما ده موجود عندكم في البي دي اف. لا لا جديد؟ بتاعت السي شارب والحاجات دي. ماشي. كلام جميل، محتاجين بص بقى فار، ما احنا بنستخدم بقى الحاجات، خد بالك بقى مضطرين اصل الحاجات دي، عشان كده بقول لكم خش عم خش في اللاين كيو غير لما اقول لك اعرف الانونيمس، عشان لان هنا اصلا النوع اللي جاي ايه؟ قصه بقى صح؟ فما قال var found product وبيساوي عايز اسلكت خلاص من الداتا اللي انا حطيتها فوق ديت حاجه معينه. واحده واحده. الاول احنا عندنا الجمله بتتكون من ايه؟ سيلكت وفروم، ولو عايز ارتبهم هقول اوردر باي من غير اوردر. ماشي. احنا عندنا هنا في الان لاين كيوب نبدا الاول بفروم. في الايه؟ في الكنترولر، هوم كنترولر اهو. مش داتابيز دي، احنا قلنا داتابيز. قلنا لايك. لايك الاس كيو ال يعني شبه، لكن ما هياش داتابيز. فين داتابيز دي؟ ما هياش داتابيز خالص. والا كل ما هاجي اضيف او فاتح الملف بتاع الكود واقوم ضايف سجل يبقى جنان رسمي بقى. لا طبعا ما عملتش كده، بس بقول دي بتخليني اتعامل شبه الداتابيز. اتعامل ازاي؟ طيب انا غلطان، انا كنت بشبه يعني ايه كنت بشبه؟ يعني بقول دي ايه؟ ما قلتش ان دي داتابيز، بقول دي شبه الداتابيز. تخيليها اكنها جداول، لكن ما هياش داتابيز ولا هي جداول، هي اللي قدامنا. انا ما غيرتش طبيعتها، انا بقول هي شبه كده. يعني عشان ابسط المعلومه مش اكتر. خلاص؟ يبقى فروم اكس ان برودكتس. طيب واحد واحد. برودكتس احنا عارفينها، اللي هي اللي فوق دي، اللي هي الجميله دي. خلاص اللي هي البرودكتس احنا عرفناها فوق دي، صح كده؟ ان ايه؟ ان ايه؟ ان جمله عاديه. المهم ايه؟ اكس، ما هي فروم ان، هي جمله اسمها فروم ان. اكس ده عباره عن ايه؟ عباره عن فاريبل يا اخي. شفت لما كنا في الاس كيو ال اللي يعرف الاس كيو ال هيريحني. اللي هو انا كنت اقول فروم امبلوي مسافه اي. كده عملت ايه؟ دلعت الامبلوي بالاسم اي. صح كده؟ هنا نفس القصه، دلعت البرودكتس بالاسم اكس، دلعت البرودكتس بالاسم ايه؟ بس هنا بعكس، لان هنا دايما بقول ايه؟ هتلاقي اغلبيه الحاجات مقلوبه. حتى غالبيه مقلوبه.
خلاص فلما اقول ماتش لحظه بس ماتش يعني ايه المطابق او المشابه او كده. تعال تعال الحاجات اللي تطابقت المقصود بها ايه النتيجه يعني النتيجه السليمه يعني. فبرودكتس ده الاساس ده الايه الداتا الاساسيه صح. حطيت منها النسخه اللي هتطلع النتيجه هحطها جوه حاجه اسمها ماتش خلاص كده هحطها جوه حاجه اسمها ايه ده الاي بتاع الامبلوي اهو بي حلو كده كده انتم متعودين على دي صح كده بي خلاص. بس احنا دايما في يعني في البرمجه الحديثه دايما بيقول لك او حتى مش البرمجه الحديثه كلمات معبره دايما اختار كلمات معبره. سيبكم بقى من بي واي واكس والكلام ده يعني كان زمان. دلوقتي حاول تتعود انك تكتب يبقى تكتب كلام معروف علشان الحاجات بقت هيوج جدا يعني بقت كبيره جدا ومبعتره جدا. فالانسان بطبيعته بقى خلاص بقى يرجع ابيض مش فاكر حاجه فيبص على اكس واي وزد يقول لك زي الفل زي الفل ولا فاهم اي حاجه خلاص غير لما الاقي ايه الماتشنج تيبل يبقى الجدول الايه التي طبقت فيه النتيجه عادي مفهوم. يلاقي البرودكتس مفهومه خلاص المنتجات كده. فدايما اختار اسماء ايه معبره عشان تقدر ترجع للمعلومه بسهوله ما تعذبش نفسك ماشي. بعد كده بحط اوردر باي الاوردر الاول يعني بقول له وترتب لي النتائج بترتيب معين. لسه ما قلتلوش جيب ايه لسه ما قلتلوش جيب ايه لسه قلت له روح المعمل وافتح الشنطه بالراحه لسه ما قلتلوش جيب ايه بس يعني ايه بديله التعليمات الاول. فبقول له اوردر باي البي دوت الله طلع الكاتيجوري والديسكريبشن والنيم والبرايس عرفهم منين مش انا قلت له ان البي ان البرودكتس البي اللي هو جوه البي. يعني ايه ان ما هو البي هتبقى ان البرودكت. احنا لو جينا بصينا على السيت سيري اللي هي ايه السيت سيري دي اللي هي مش عارف ايه بالعربي المجموعات بتاعه الاحصاء دي المجموعه بتاعه الاحصاء دي بيعمل لك دايره كده ويحط لك جواها A و B و C و D و E بيعمل لك دايره كده متقاطعه معاها او 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 متحده معاها صح كده. انت طبعا هي نفس المفهوم لان حتى داتابيز اصلا هي مع سيت سيري اصلا على الحاجات دي. فيجي يقول لك ايه اما اجي اقول بي ان البرودكتس خلاص ما هي فعلا البي هتبقى سب سيت من الايه من البرودكتس ولا غيرها هي ما هي طبعا انا قلت له سيلكت حتى لو كانت سب سيت دي هي اول يعني هي في الاخر هتبقى كل البرودكتس ولا انا غلطان صح ولا لا. فهو عايز يقول لك ان البي او النتيجه او الماتش هتكون عباره عن حاجه ان البرودكتس الكامله صح سواء كان جزء منها او هي كلها. فقال لي ماشي البي ان البرودكتس البرودكتس كده كانها سب سيت عباره عن ريكوردز ريكورد انا ايه الريكورد الثاني بي الريكورد الثالث سي كده يعني تخيل كده وان البي هتبقى ان هي جواه اوردر باي البي دوت. قال لك ما هي هيها بقى فلازم يطلع ايه نفس مواصفاتها بس الداتا قد تكون اقل صح قد تكون اقل. بي هات اوردر باي ايه قلت له اوردر باي برايس يعني ايه يعني بالسعر وجنبيها فاكر كنت بكتب اسك او ديسك يعني ايه اسك او ديسك زمان كنت بكتب اسك اللي هي اسندنج ترتيب من الصغير للكبير او ديسندنج ترتيب من الايه من الكبير للصغير. هنا قال لك لا الكلام ده كان زمان يعني دلوقتي تكتب يا ديسندنج كامله كده من تناس يا تكتب اسندنج عشان ابقى فاهم ايه المشكله يعني وانت هتكتب انا ما كتبتش غير اول حرفين اصلا صح ولا قال لك ما تكتب الكلام كده يبقى واضح عشان اللي يرجع كده الكلام مفهوم تحس ان انت قربت للغه الانجليزيه بس انت قربت للكلام الانجليزي عادي ما هياش بقى البرمجه صعبه زي زمان واختصارات هو بيقول لك ان المفروض ان دول تتحول كده اوردر باي كذا يبقى من البرودكتس وترتب بالسعر عايزك تجيب ايه سيلكت سيلكت ايه قلت له سيلكت نيو يعني قائمة جديدة من ماتش بي بي دوت النيم كوما والبي دوت البرايس كوما وممكن نقول اللي بعده بي دوت الايه؟ الكاتيجوري صح؟ ايه رايكم في جملة السيلكت الجميلة دي؟ صريحة وضيحة جريحة مش أي مشكلة خالص صح او فروم البرودكتس اوردر باي البرايس سيلكت لي النيم والبرايس وكاتيجوري بس خلاص
انا عايز ارتب بالسعر بالسعر وبالسندج يعني مش سعر الكبير للصغير تخيلي كده خلاص يعني معرتبهم لي بالسعر وبالحاجه الكبيره للارض انا ممكن ارتب بالسعر ممكن ارتب بالكاتيجوري ممكن ارتب بالاسم ممكن ارتب زي ما انا عايز زي ما انا عايز بس انا اخترت ان انا ارتب بالسعر خلاص كلام جميل محتاج ان انا اعمل لوب عشان اعرض الايه اعرض الداتا دي ولا حد زعلان اللي اتخزنت اصلا اوتوماتيكي جوه مين طب ايه الفرق ما بين ايه اتخزنت جوه البي ولا اتخزنت جوه الفاوند برودكتس البي ده صوره الجدول اكيد شفت لو انت بتعرفوا الداتابيز هتلاقي الفيو والتيبل البي ده الفيو كده بالظبط اللي هو عمال يجمع ويعمل عمليات ويرتب جواه ويعمل كل حاجه بعد كده بعد ما خلص ورتب البي وبقت البي كل الداتا هي ايه سليمه 100% احطها جوه الفاوند برودكت بقى كانها كانها فاريبل عادي اتعامل معاه بقى خلاص كده طيب نيجي بقى لايه لعرفنا فاريبل انت سميناه كاونت يعني العدد وبدات العدد بايه بزيرو وعرفت سترينج بيلدر واحنا خلاص عرفنا السترينج ايه سترينج بيلدر وقلنا السترينج بيلدر ده عباره عن سترينج عادي بس حجمه ايه كبير شويه وقلنا بيساوي نيو سترينج بيلدر خلاص وفور ايتش وعرفنا ايه ما فيهاش مشكله خالص فور ايتش عشان نعدي على واحد واحد كنت عامل فار بي ان مين الفاوند برودكت صح فالبي هيبقى اول عنصر جوه الايه الفاوند برودكت تاني مره يبقى البي تاني عنصر في الفاوند برودكت ثالث مره ثالث لغايه لما يخلص كل العناصر الموجوده مين هو الفاوند برودكت طب هتعمل ايه هنا سيادتك قلت له محتاج وحياتك ان انا اعمل كده عشان اعمل كذا امر فوق لما عملت فور ايتش ما عملتش القوسين دول لان كنت كتبت امر واحد هنا عشان هعمل شويه اوامر فلازم احط روم ما بين القوسين دول هو البرانسيز دول عشان اقدر اقول دول اللي هو اول واحد الريزر دوت ابين احنا خدنا ابند صح فممكن اقول له ابند ليه البرايس ونقطتين كده وجنبيها وجنبيها هات لي البي دوت برايس بعد دوت برايس دي عباره عن ايه ما البي اول ريكورد في الفاوند برودكت هتجيب منها برودكت ثاني مره مع ثاني لفه هيبقى ثاني عنصر يجيب لك السعر اللي بعده ثاني مره السعر اللي بعده السعر اللي بعده السعر اللي بعده صح طيب وممكن نستخدم ابند احنا فاكرين سترنج وسترنج فورمات هنا في ابند وابند ايه وابند برضو فورمات وابند فورمات دي بتخليك تيجي تقول هنا هنا بقى بعد العلامتين دول هحط كده صح ولا ايه وبعد كده ما بقولش بقى كده بعمل ايه كوما يعني الفرق ان دي بس الطريقه الجديده دايما مش شبه فورمات والطريقه القديمه كنا بنعمل بالكونكات بس الكونكات ده يعني ليه عيوب الكونكات لا يكتشف الكونكات لا يكتشف يعني ايه لا يكتشف يعني لو انت عملت غلطه ما بين دبل كوتيشن ممكن ما تقدرش تكتشفها غير في العرض لكن ده يعني ممكن تكتشف لو في اي غلطه ممكن تكتشفها يعني بسهوله وممكن تقول ده شكله مرتب احسن ممكن تقدر تعمل تحسينات معينه الى اخره يعني ما علينا مش قضيتنا انا عايز اجيب اول ثلاث بس اول يعني اول ثلاث منتجات بس مش عايز كله يعني فاهمني يعني اول وانا طول رتبهم من الكبير للصغير انا حاطين اربع منتجات انا عايز اجيب اول ثلاث منتجات بس عايز اعد مع اللفه الاولى اقول له ادي واحد مع اللفه الثانيه اقول له ادي اثنين مع اللفه الثالثه اقول له ثلاثه واقول له لو كان ثلاثه ما تكملش لو كان ثلاثه ما ايه ما تكملش طيب كلام جميل فاقول بلس بلس كاونت يعني ايه بلس بلس كاونت كل ما تخش في الفور زود لي الكاونت واحد زود لي الكاونت اثنين هو بادئ من صفر اصلا فوق وانا غلطان احنا بادئين بالصفر اهو مع اللفه الاولى يبقى واحد مع اللفه الثانيه يبقى اثنين مع اللفه الثالثه يبقى ثلاثه اقول له ثلاثه خلاص اخرج فممكن اقول له كده على طول على السخان كده اف ان كاونت بلس بلس دي هنا على طول اف على السخان دي زي كده اهو
يعني بلاش على السخان يعني ممكن اقول كده يعني لو انا مش على السخان كده هقوم جاي هنا وبص ومن بعد كده اقول له اف ان الكاونت بيساوي 3 صح؟ على السخان ايه بقى اللي كان على السخان انا جاي نقعد اقوم شايل السطر اللي فوق ده اللي ملوش لازمه اللي هيبقى مطول عليا واقوم عامل هنا كده وكده اختصرت السطر ده بزود الكاونت واسال بقى 3 ولا لا؟ مره واحده يعني الافايه اللي قدامك دي فيها كام امر؟ يعني السطر ده فيه كام امر؟ بيزود الشيك وياخد بطيء هما 3 حاجات يعني وياخد هما بيزود واليساوي يساوي بتقارن والاف تعمل عمليات بتاعتها انا عندك 3 الاف اللي هي الشرطيه بقى تشوف هتاخد الشرط او الالس صح ولا لا هي 3 عمليات على بعضيهم يعني لا والله هم 4 اسمع علينا ايه الغلط الاساينمنت تعالي ما هو بلس بلس كاونت هتزود الكاونت واحد وتحطه جوه الكاونت. حلو. بعد كده عمليتين. صح ولا ايه؟ حلو. عمليتين واللي ويساوي يساوي دي عمليه والاف هتبقى كمان واحده. فبلس بلس كاونت بيساوي 3 لو كان زود الكاونت شوف لو كانت بتساوي 3 هتعمل ايه؟ قلت له بس خلاص اخرج ما تكملش صح؟ اقول له ايه؟ بريك. يعني ايه بريك؟ اخرج من اللف بريك يعني اخرج اهرب من اللف زي ما اكون في محاضره كده كبست على نفسك تقول انت عايز ايه؟ عايزين بريك تقوم تهرب من ايه؟ من المحاضره يعني تحاول تعديها وخلاصه اللف بعد ما يلف ويتعب انا عايز بس ايه؟ اخليه بقى يفتح لي في فيو عشان اشوف النتيجه دي فهقول له هقول له ريتيرن فيو الريزلت صح كوما وطبعا انكست على اوبجكت صح ولا ايه ايا كانت النتيجه ايه هي والنتيجه هتبقى عباره عن الريزلت بتاعتنا بس دوت تو سترينج سيمي كولون في الاخر حاجه واحده ما ريتيرن فيو اللي اسمه ريزلت فيروح ادور على ملف ال HTML بتاع الايه؟ بتاع الريزلت صح؟ هترجع ايه؟ ريزلت لا هترجع كومن هترجع تطبع لا تطبع جوه الصفحه دي ما دي صفحه اسمها ريزلت اهي اهي كده ريزلت دوت سي اس اتش ام ال خلاص؟ فعرف الصفحه دي كلام جميل بعد كده هتكتب جواها ايه؟ قلت له ريزلت دوت تو سترينج يعني شوف ان الريزلت ده اللي هو كنت بجمع فيه البرايسز الاسعار صح؟ فيطبع جوه الاسعار بس متحوله لدوت تو سترينج. في حاجه غلط كده؟ ريزلت دوت تو سترينج دي انا لازم احولها لاوبجكت. ليه؟ عايز احولها لاوبجكت. ليه؟ عشان ايه؟ عشان هو عشان لو جيت انت هنا كده جوه الريزلت هتلاقي ان الموديل ده عايز منك اوبجكت يستخدمه كسترينج. اوبجكت يستخدمه كايه؟ كسترينج. انا محددين ان هو سترينج بس ما علينا يعني. فلازم احوله الى ايه؟ الى اوبجكت لانك لو جيت هنا حتى في الفيو عملت كوما هتلاقي ان الفيو بيستقبل منك حاجتين زي ما انت شايف كده. الاولاني حاجه اسمها اي فيو كوما والتاني موديل اسمه ايه؟ نوعه يكون اوبجكت فهو بيستقبل منك اوبجكت فانت مديله سترنج فمش هيقدر يستقبله سترنج. عايزك تحوله الى اوبجكت عشان يفهمه. طب والريزلت اللي هنا؟ ما الريزلت هنا هو فاهم ان الريزلت ده عباره عن فيو لان هو موجود اصلا في الفيوز. لكن هو اللي مش قادر يفهمه هو مين؟ السترنج عايز يستقبله كايه؟ كاوبجكت فلازم احوله لايه؟ لاوبجكت فهو جاي هنا وهو عامل كده اهوت قايل له ايه؟ كده حوله لاوبجكت كده فاهم السترنج ده حوله لاوبجكت عشان يقدر يستقبل عادي جدا. وارجع هنا عندي على كروم بس المره دي اقول له نادي لي على الاكشن اللي احنا سميناه ايه؟ سميناه فايند برودكتس فايند برودكتس صح؟ دوست انتر ايه رايكم؟ دي معناها انا كاتب كلمه غلط، اكيد انا كاتب كلمه ايه؟ عايز بيلد فايند برودكت سليمه يبقى محتاج بيلد بس. طيب انا فايند برودكت
دايس كده انتر نعمل ريفريش. ايه كل السلامات ايه؟ ايوه جمله جمله سيلكت عليه اهو طلع لي برايس 275 البرايس 95 البرايس 34 وقف فعلا وقف ايه وقف فعلا صح ولا ايه؟ طيب هل بس كده؟ قال لك في هطلع كله اه انا غلطان انا بس زي ما احنا قلنا احنا بنحاول نراجع لغه السي شارب بس من خلال الحاجات الحديثه وفي نفس الوقت بضطر اعدي كده على اف شويه كده على لوب شويه كده على ري عشان برضو اكني بعمل ريفيجن كده عام بس لكن هو شويه كده على بريك لكن انا ممكن ما استغنى عنه خالص اهو لا ازاي كده اعمل بيلد ودي يعرض لي المره دي أربعة مش ثلاثة. مظبوط؟ عملنا عشان كده. طيب.